مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية، فتعالوا معنا لكي نتابع أهم أحداث هذا الأسبوع. نظمت مكتبة الطفل بمكتبة الإسكندرية مسابقة تعليمية للمدارس بالإسكندرية تحت عنوان الكاتب الصغير. هي المسابقة النهاردة هي طبعاً مسابقة سنوية بنعملها طبعاً كل سنة، مكتبة الطفل هي بتنظمها مع المدارس. اشتركت معنا النهاردة السنة دي 13 مدرسة، المدارس كلها سواء مدارس لغات، مدارس حكومية موجودة معنا. المدارس بتقدم قصص، المفروض اللي احنا بنركز عليه ان هي قصص كتابة من الأطفال، رسوم من الأطفال، وكان معنا النهاردة حكي قصص على الستيج، بيقدموا قصة من القصص اللي هم كتبوها بنفسهم. السنة دي يمكن مسابقة مختلفة شوية، أنا يمكن أكتر من المدرسة مشاركة فيها، والأطفال عاملين حقيقة عرض رائع سواء من النصوص أو من الرسوم أو إخراج الكتب، فده شيء الحقيقة جميل جدا ومبهر. أنا عاملة قصة عن الزقزوقة، دي كانت عصفورة كانت المفروض مع بتعيش في شجرة يعني، وأمها علمتها الطيران فقالت لها ما تبعديش عن العش، بس هي مسمعتش الكلام وبعدت عن العش، فالصياد اصطادها، كان شرير قوي، فبقى ميسحبها ويوقعها ميسحبها ويوقعها لغاية ما يوم نسى القفص مفتوح، فهي طارت 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 لقت حديقة حيوان وعاشت فيها، ولقت عربية مرسومة عليها صورة الغابة، فدخلت عليها وقالت هي أكيد دي اللي هتوصلني للغابة بتاعتي، فراحت ركبتها والسواق محسش بيها ورجعت الغابة بتاعتها واعتذرت لأمها وعاشت سعيدة. أصل وميد صورة كان هو عنوان المحاضرة التي نظمتها مكتبة النشر بمكتبة الإسكندرية. المحاضرة بتاعت النهاردة اسمها أصل وميد صورة، هي محاضرة يعني أنا بحب أن العلم يوصل للناس بشكل مبسط جدا علشان كلنا نستفيد منه. أنا في رأيي أن العلم اللي ما يوصلش للناس فهو يبقى ناقص حاجة مهمة جدا، وده اللي أنا بحاول أعمله من زمان في كتاباتي وفي كتبي وفي محاضراتي وكده. فالمحاضرة النهاردة هتتكلم عن شكل معين من أشكال العلاقات بين الناس. علم النفس بيهتم بالعلاقات بين الناس، اللي أنا هقدمه النهاردة هو إزاي أن علاقات قديمة، يعني من أول علاقتنا بالأب والأم وبعدين المدرسين في ابتدائي وعلاقات كتير قوي قديمة، إزاي بتأثر في علاقاتنا الموجودة دلوقتي، يعني ازاي يبقى في مشاعر معينه متخزنه من زمان جدا ناحيه حد معين تاثر دلوقتي في علاقتي مع حد تاني. ده بيحصل كتير واحنا مش واخدين بالنا منه. هدف المحاضره النهارده ان احنا نبقى واعيين بالمشاعر اللي يعني بتحصل بينا وبين بعض، وردود الافعال والافكار والتصورات، ابقى عارف حقيقتها جايه منين ورايحه فين واصلها كانت ناحيه مين، بدل ما انا دلوقتي بستخدمها مع حد تاني يعني غلط. كمان يعني بستخدم حاجات فنية، يعني مشاهد من أفلام أو أغاني أو تحليل للوحات فنية معينة علشان أوصل المعلومات دي للجمهور العادي بشكل مبسط. نظم مركز دراسات الخطوط التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان الكتابات والنقوش العربية تواصل بين المشرق والمغرب، وذلك بقاعدة الأوتوتوريوم بالمكتبة.
النهاردة احنا في ندوة مهمة جدا عن الخط العربي والعلاقات كنوع من انواع العلاقات ما بين المشرق والمغرب الاسلامي. وفي محاضرة النهاردة انا القيت الضوء على ده من خلال مجموعة متحف الفن الاسلامي ودار الكتب المصرية الغنية جدا بالعديد من النماذج اللي بتربط ما بين الشرق والغرب من خلال الخط العربي. وكان التركيز الاساسي ان الخط العربي ليس فقط للتسجيل والتدوين، وانما في مراحل كتيرة تحول الى وسيلة من الفن الجميل اللي كان بيحاول الخطاط انه يبرزه، بل بالعكس كانوا بيتنافسوا في هذا المجال، وكانت الفنون الاسلامية هي المجال الاساسي لهذا التنافس. اهمية هذه الندوة تتجلى في محاولة الربط بين شرق العالم الإسلامي وغربه، والتأكيد على أن كان من بين أهم الروابط اللي ربطت شرق العالم الإسلامي بغربه الخط العربي. بنتمنى لمكتبة الإسكندرية أن تنجز مزيد من هذه الندوات اللي فعلا بتثبت العلاقة وبتثبت الصلة القوية بين كل شعوب العالم، على اعتبار انها مختصة او هذه الندوة مختصة بصلة او بشيء يربط بين كل هذه الدول، وهو الخط العربي الذي لم يتغير مضمونه من مكان لآخر، وانما تغيرت اشكاله تبعا لاختلاف الذوق الفني. ندعوكم للحضور والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تنظمها المكتبة خلال الأسبوع القادم. ولمزيد من المعلومات وللتعرف على كل ما هو جديد داخل أروقة مكتبة الإسكندرية، تابعوا الموقع الرسمي للمكتبة www.bibalex.org. ولمشاهدة بعض من هذه الأحداث والأنشطة، زوروا القناة الخاصة بالمكتبة على اليوتيوب، وانتظرونا في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية.